على نهاية الصرفة وتالي نجوم السيل شعتني تكاشف على غرة السحايب تال الليل وانا شرق يصرر جنوب على نهاية الصرفة وتالي نجوم سهل شعتني أبو عارف فروق شمالية تكشف على غرة السحايب بتال الليل وانا شرقي الصرار جنوب النعيرية عسى تباشر الحياة ويسريبها الغربي ويستاقها وتمر من الصلب والصماء نيل حدود سوريا ترى زم سحايبها وتنزل بشكل مهل على مرتع الناقة شمال السعودية وتركز غزايرها مع ويومين وانا الارض بادي بها تجمل زهور البخاتر والنواوير برية ونبت النفل بادي على ما اطلعه تحويل وربلو يهق وانواع على اشجار مسقية يجون العسوس ولا البدوي والحضر حطوا شل وكل انشال عذوده وحرك لوارية ونلمح على الاعلى في لوحات لا تقبل تلاشى الغلا وحول ما باع الحولية وكل انزهم ربعه وحط الكرم والحيل يبون الفجر تمشي غرف كل منقية وجوك النشامى ينطلون الغتر تنطير رجالا على الذمة زحولا شقردية وحدد بما جلان كم مد ساب الميل وجهز جيوب الشاص من كل حاجة أحد حرك مع الكرفانات تال الليل واحد شلع وبالذود والزم لفجرية وعلى الموعد المحدود ما يقبل التأجيل وصول النشامى بعد رحلة خرافية وهذا شعب نراه وهذاك يجزر بالهرافة كرامية وعلى جال نار فوها يبري العليل تزين السوالف والعلوم الفكاهية وللشعر دوره بالمسامير
قصيدة هجينية والأخرى هلالية عن الذود والمكشات وذكر الحياة والسر قصص عمرة فيها طرافة وجدية وعن الصدق والفزعة يوم القروم تحل من الماضي اللي فات وهذه طارات العمر بالضبط والتفصيل تزيل الهموم وتنشرح كل نفسية وهذه